اهلا وسهلا بيكم. نعمل تاني وصفة في حلقة النهاردة اللي هي بسكوت بالطحينة. ومقادير البسكوت: 1 كوب دقيق، نص كوب صنوبر محمص ومطحون، نص كوب سكر بودرة، 1/3 كوب طحينة، 1/4 كوب زبدة، نص معلقة صغيرة ملح، 4 معلقة كبيرة سمسم، و4 معلقة كبيرة سكر بني خرز. هنبتدي البسكوت، لان احنا عندنا السمسم هيكون محمص والسكر البني الخرز، دول هنحطهم فوق البسكوت، هنغطي بيهم البسكوت في الاخر، دول مش من ضمن مقادير البسكوت نفسه. هنحط الزبدة والسكر البودرة والطحينة وهنضربهم مع بعض. هنحط ده مع الملح مع البسكوت مع الدقيق ونخلطهم مع بعض. هنضرب الزبدة والسكر البودرة والطحينة مع بعض الأول. لما الملمس بتاعهم يبقى كريمي هنضيف لهم الدقيق والملح والصنوبر المطحون. ونخلطهم مع بعض. ولو حسينا ان العجينة ناشفة شوية ممكن نزود بيضة بحيث تبقى قطرة وتلم احسن. ودلوقتي هنخلط السمسم مع السكر البني وهنبتدي ناخد من العجين وهنكوره بإيدنا بالشكل ده نشكله ونحطه في السمسم والسكر. لحد ما نخلص الكمية كلها. وبعد كده هنخبزه على 180 لمدة حوالي ربع ساعة، وبكده نكون خلصنا البسكوت بالطحينة. وأشيل ده وأجيب البسكوت الجاهز.